اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. قبل ما ندخل في الحوار بعمق مع الاستاذ فاروق بويدا، استاذ فاروق انا كنت طرح فكره عن دور المجتمع في دعم الشرطه الان، في ارسال رساله لكل ضابط وجندي في الشارع ان احنا معاه. شركات التامين رافضه تامن، ولما بتطلب تامين على حد في حال خطر بتعتبرهم من الحالات شديده الخطوره فبتطلب مبالغ ضخمه جدا. الدوله اكيد مش هتقدر تعمل ده. ايه اللي احنا ممكن نعمله؟ ايه دور رجال الاعمال؟ ايه دور المصريين اللي ممكن نساعد في ده؟ شوف، هو طبعا يعني رغم تقديري لحاله الادعاء الافلاس اللي عند الدوله، نعم، لكن انا شخصيا بشوف ان في جوانب لابد أن تلقى دعم خاص جدا، ومنها جهاز الشرطة. أولا في أجهزة حديثة، في تكنولوجيا حديثة، في بالنسبة للأمن، في ظروف صعبة بيعيشها المجند أو يعني أنا لا أخفيك أن أنا يعني من المناظر اللي أنا تعلمت جدا منها لما كان وزير الداخلية اللي هو محمد إبراهيم بيوزع الأوسمة على أرامل الضحايا، نعم. صورة طبعا يعني مش مطلوب إطلاقا أن احنا ندفع هذا الثمن خالص. احنا كشعب يعني لا، على أي مستوى يعني الأعداد الرهيبة دي. فأنا بتصور الحقيقة أولا الحكومة لابد أن تدعم جهاز الشرطة، نعم، ولا مجال للنقاش في هذا على الإطلاق. وعلى فكرة أنا كتبت ده وطالبت بيه. على المستوى بقى الجماهيري انا بقول لرجال الاعمال الحقيقه يعني يبصوا لنا شويه، يعني يبصوا للحالات الصارخه اللي هي احنا عايشينها دي. يعني الارمله اللي هتاخد معاش 400 500 جنيه دي وعندها طفلين، وكان عدد كبير منهم جدا ماسكين ولادهم وهم طالعين طبعا يسلموا على الوزير. لابد المجتمع المدني، ولابد ان رجال الاعمال، ولابد ان اثرياء مصر، مش ضروري يكون رجال اعمال. طب ما في اثرياء من غير رجال اعمال طبعا، يعني هذا كلنا، بس احنا عايزين مبادره نبتدي. يعني انا شايف ان ده اولا مجال للي عايز يعمل خير نمره واحد، دينيا مجال للي عايز يؤكد يعني حرصه على امن واستقرار هذا الوطن، وده مجال ايضا ل يعني ناس في اكتر من انه يقدم حياته. وبعدين ممكن يكون جدا واقف في زي اللي مات في اشاره مرور، واقف ضابط مرور او عسكري مرور، اي حد واقف لا بيقتحم ولا اللي بيحمي كنيسه النهارده في عين شمس ويتدبح بالظبط، ولا بيلتحم ولا بيفض مظاهره، نعم، ده واقف اشرجي عمال يمين شمال. طب ده بيتقتل ليه؟ يعني ده دليل ان القتل العشوائي ده عمليه يعني ارهابيه ومدمره بالنسبه للمجتمع ككل. نعم. انا بؤيد انشاء صندوق من التبرعات بالنسبه لجميع المواطنين من يستطيع، يبقى لضباط الشرطه وامناء الشرطه وجنود الشرطه، اي حد يصاب بضرر يصاب او يموت يعرف ان المجتمع واقف معاه وحاسس بيه. دي لفته احنا كريمة. مقدرين ان هم بيعملوا ايه علشان انا دي لفته كريمه انا اؤيدها وادعو الناس جميعا ان يشاركوا فيها. طيب احنا بنطالب واحنا على الهوا اهو عايزين نسمع صوت القادرين، صوت رجال الاعمال، صوت المواطنين. انتوا ممكن تساعدوا ازاي؟ واللي عنده فكره تانية يطرحها، احنا عايزين نقول للشرطه احنا معاكم لحظه بلحظه، احنا مقدرين اللي بتعملوه علشاننا، احنا عارفين ان حياتك شايلها على كفك علشان احنا نبقى امينين في حياتنا. طيب فلنبدا. لو بصيت وراك يا استاذ فاروق 68 سنه، اكيد في حياتك محطات ما بتنساهاش، بتقف قدامها نظره الى الخلف، بماذا تبدا؟ هتقف قدام محطه ايه؟ انا هبدا مع محطه مجتمع مصري راقي سلوكا، حتى في اشد لحظاته او فقرا واحتياجا او حتى اضطرابا. يعني هشوف مجتمع انجب نخبه رائعه بكل المقاييس، هشوف بلد كانت اوروبا مخربه
وأنا حين ولدت كانت الحرب العالمية الثانية أغلقت أبوابها وبدأت وفود كتيرة جدا من أوروبا تيجي لمصر عشان يعيشوا في مصر، لأن دي الحياة الحرة المحترمة اللي فيها مجتمع ليبرالي وفيها عقائد لها كل التقدير والتسامح، وفيها طبقة من المثقفين وأهل الفكر كانت شيء رائع جدا بتضيء في كل المنطقة. كان فيها صفوة من الكتاب والمفكرين، صفوة في الإبداع الفني والمسرحي والسينما، صفوة في رجال الدين بسماحتهم ووعيهم الديني والثقافي والفكري، هلاقي صفوة سياسية. نعم. شكلت نخبة سياسية، أحزاب سياسية تبلورت، وجو ليبرالي حقيقي، وحزب ضخم زي حزب الوفد، وزعيم أمة زي نحاس باشا. هلاقي كل ده في مصر، مجتمع. وبعدين هذا المجتمع كله كان بيشع على المنطقة كلها، بيبعت المدرس اللي بيعلم، بيبعت أستاذ الجامعة، بيبعت الطبيب، بيبعت كل شيء، كان بيصدر نماذج بشرية متحضرة ومتقدمة جدا وواعية. دي نقطة هقف عندها. هقف عند تجربة ثورة يوليو مثلا. في ثورة يوليو كلام كتير يتقال عن سلبيات، لكن في كلام كتير أيضا يتقال عن مشروع اجتماعي ضخم حصل. في طبقات فقيرة خدت فرصتها في الحياة، في مدارس وتعليم مجاني اتفتح لأبناء الفقراء من اللي هما بعد كده بدأوا يشكلوا طبقة جديدة اللي هي دفعت بمصر إلى الأمام. كل اللي اتعلموا ببلاش دولا، اتعلموا في ظل مجانية التعليم، بقوا كوادر وتتلمذوا على المدرسة القديمة، فكانوا حلقة وصل بين ماضي مشرف وواعي ومتحضر ورؤى مستقبلية مختلفة. لقينا أجيال جديدة تانية ظهرت في هذا المجتمع وتبلورت وتعلمت وتخرجت، وكانت جامعات مصر لا تقل، كانت جامعة القاهرة جامعة عريقة بكل المقاييس، وكانت جامعة عين شمس، وكانت جامعة اسكندرية، ثلاث جامعات كبرى، وأسيوط، فجرت المنطقة كلها فكريا. وكان الأزهر الشريف بدوره الفكري والديني والحضاري، دي منطقة تانية. وكان الزعامة تمثلت في شخصية جمال عبد الناصر، زعامة حقيقية. يعني أنا قلت مرة، قلت جمال عبد الناصر بخل علينا بالديمقراطية، وده عتاب مني أنا شخصيا عليه، حتى أنا بقيت يوم ما سلمت عليه وهو بيفتتح مبنى الأهرام والأستاذ هيكل واقف وأنور السادات واقف وبسلم عليه، كنت عايز أقول له كلمة واحدة بس: أنت كان ممكن تنتخب، كان العالم العربي ما أظن 140 مليون، تنتخب من 140 مليون عربي. نعم. طب أنت متصور أن 20 مليون أياميها ما كانوش هينتخبوك؟ جمال عبد الناصر كان قادرا على أن يحصل على أصوات 190 مليون عربي. ده في كل استفتاءاته والانتخابات التي أجريت كان حجم النزول مفزع، شيء مخيف، لا يغيب إلا 500 ألف. وحتى بعد النكسة، الخروج الكبير اللي حصل يوم 9 يونيو، وفي رحيله، لا شك أن جمال عبد الناصر كان يعني أسطورة عبرت في حياتنا كده، ومفيش حد بيعمل بلا أخطاء. نعم. ومفيش حد بيبدع دون أن يكون في تمن. فدي كانت مرحلة. طب ممكن أقف عند المرحلة دي عشان أي حاجة هتحصل النهاردة على وش عيد ميلادك وحضرتك. معايا المهندس المواطن المصري محمد الأمين. أهلا وسهلا باش مهندس. مساء الخير يا أستاذ خيري. مساء الخير لحضرتك. لما بسمع صوتك في دعوات أنا بعملها كده بتفائل. مساء الخير عليك وعلى أستاذ الكاتب الكبير أستاذ فاروق.
اهلا يا محمد بيه، اهلا بيك. ازيك يا استاذنا يا عظيم؟ ربنا يخليك يا محمد بيه، اهلا بيك. الله يخليك. اهلا بيك. انا يعني بنتهز فرصه عيد ميلاد حضرتك وفي نفس اليوم ليله البلانتاين عيد الحب الكبير، وهتسمح لي بمناسبه وجودك معانا وبمناسبه دعوه الاستاذ خيري نطلق دعمه حمله صندوق الحب والوفاء لابطال الداخليه. وبناشد الاستاذ خيري يتبنى معايا الفكره دي، وبناشد كل زملائه في الاعلام في القنوات الخاصه الفضائيه وفي التلفزيون المصري المحترم ان احنا نتمنى ان شاء الله نجمع مبلغ، ومهما جمعنا الحقيقه مش هيسوى قطره الدم من اللي بتنزف من ابطال الداخليه، سواء اللي بيستشهدوا او اللي بيتصابوا. واقل حاجه نقول لاولادهم ولزوجاتهم ولامهائهم وابائهم واخواتهم ان احنا معاكم، معاكم بقلبنا، معاكم بروحنا، معاكم بكل ما نملك. رائع. اسمح لي يا استاذ خيري ادشن الحمله ديت من شخص بسيط، اتمنى تكون بدايه ان شاء الله الحمد لله. ما هي لازم تبقى بدايه يا باشمهندس، وانا بشكرك انت دايما في كل موقف بتدعمني فكتر خيرك، وبتدعم مصر وبتدعم الناس الطيبين اللي بيدفعوا بحياتهم علشان احنا نعيش. ندشن بسم الله. ندشن الحمله دي، بس هطلب من حضرتك بعد تدشين العلاقات العامه في وزاره الداخليه بتنسيق مع الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي، دينا رقم مميز للحمله دي ان شاء الله باذن الله. بتبرع بسيط 10 مليون لتدشين. بسم الله الرحمن الرحيم. كويس. بس عايزين نسميه معلش بعد اذنك صندوق الحب والوفاء. خلاص انت صياغه ادبيه؟ جدا ادبيه طبعا. مفيش احسن من صندوق الحب والوفاء لاخواتنا في الشرطه، وبدايه تدشين هذا الصندوق اللي بنطالب الان مكتب وزير الداخليه بانه يتصل بالسيد هشام رامز ويبلغونا برقم حساب هنتبناه. الباشمهندس محمد الامين متبرع او بيدشن الصندوق ب 10 مليون 10 ملايين جنيه. انا بشكرك جدا يا باشمهندس. اشكرك يا استاذ خيري، وارجو بس من حضرتك وزملائك نتولى الحمله دي جميل. يا رب احنا ما بنعملش حاجه لوحدنا، ما كلنا شركاء، انا وكل زملائي شركاء في اي حاجه للوطن. اشكرك. فانا بشكر حضرتك جدا، ومنتظرين بقى الناس الطيبين كده يمدوا ايديهم ويقولوا لنا النهارده احنا هنعمل ايه في يوم عيد ميلاد الاستاذ فاروق جويده. فات يومين بس مش مشكله، احنا بنحتفل بيك النهارده. اهلا يا خير. طيب ماشي، هنبتدي خير. طيب وسام موسى بعته بتقول انا معاكم وجاهزه لدفع مبالغ، قولوا لنا كام يا وسام. طيب نرجع وقفنا عند محطه عبد الناصر. طبعا لا شك انها من اجمل مراحل. شوف يعني الخلاف على التاريخ دي قضيه وارده ولازم في جميع الاحداث والشخصيات الكبرى كان عليها خلاف. إذا كانوا الأنبياء الناس اختلفوا عليهم، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى البشر اختلفوا عليه. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تعالى الخالق سبحانه وتعالى، فكل ده وارد. الحقيقة بعد كده في منزلقات خطيرة جدا، إنما أنا يمكن من جيل الثورة، ورغم إن احنا طلعنا مظاهرات ضد جمال عبد الناصر في 68 عشان النكسة. وكانت 68 ده تاريخ تخرجك من كلية الآداب قسم صحافة. قسم صحافة. نعم. رغم هذا إنما بقيت المرحلة دي من المراحل المهمة جدا في تشكيل وجدان جيل. مش هنقول إن كل إنجازات عبد الناصر كانت سلبيات زي البعض ما بيرى، لأن حصل اعتداء عليها بعد كده بالنسبة للقطاع العام، لكن أنت عندك إنجازات زي السد العالي، العدالة الاجتماعية اللي تحققت، الفلاح المصري وظروفه وتحسين ظروفه. جينا بعد كده برضو بعد النكسة ما تقدرش تسقط 73. نعم. ده كان إنجاز تاريخي وطني عسكري بكل المقاييس، كان لحظة من لحظات المضيئة جدا في تاريخ هذا البلد للعسكرية المصرية وللشعب المصري وللعرب جميعا. نعم. فهل إنجاز 73
اختلطت اوراقه بعد كده بكامب ديفيد والموضوع الانفتاح والقصه دي كلها بدايه التغير في التحول في الشخصيه المصريه والتحول في الشخصيه المصريه. انا الحقيقه توقفت كتير عند يعني انا من الاشياء اللي بتؤرقني حاليا جدا ولازم نشوف لها حل سلوكيات الناس. احنا اتغيرنا وتغيرنا في 3 سنين. انا مش عايز اوصل للمرحله دي. لا يعني بس ده بالصدفه هنرجع يعني لها. ما انا جاي للمرحله انا بتكلم عليها كنتائج يعني. نعم. كنتائج احنا انت بتشوفها امتداد للي حصل في السبعينات من 74 والانفتاح الاقتصادي وظهور طبقه جديده واهتزاز الطبقه الوسطى في المجتمع المصري. بتشوف ان اللي بنعانيه دلوقتي وكان امتداد للمرحله دي؟ بالتاكيد طبعا بالتاكيد. هو حصل خلل في المنظومه الاجتماعيه. هذا الخلل في المنظومة الاجتماعية أدى إلى خلل في منظومة الثقافية والفكرية. نعم. يعني لم تعد الثقافة المصرية ثقافة مصر، مش هي دي. لم يعد دور رجل الدين هو رجل الدين اللي احنا كنا بنبوس إيده. لم يعد دور المعلم اللي بيروح يدي دروس خصوصية للعيال ويسيب الدرس في المدرسة هو ده المدرس. لم يعد أستاذ الجامعة اللي بيمسك يافطة وشعارات سياسية وبيهرج مع الولاد هو محمد منظور ولا طه حسين ولا الخشاب ولا كل هذه النخب ولا غربال ولا خد عندك محمد أنيس ولا غيره كل الأساتذة اللي كانوا موجودين. نعم. النهاردة الأستاذ ما بيعملش ده، لا يؤدي دوره كمعلم ولا مربي ولا كموجه على المستوى الفكري والسياسي. فانت النهارده كل دي كانت نتائج ان المنظومه الاجتماعيه حصل فيها خلل كبير جدا، ان في طبقه جديده، وبعدين برضو تغير القيم من قيم ثقافيه جماليه متحضره الى قيم ماديه فقط. ده قلب بتكوين الناس يعني. الناس اتغيرت في وبعدين سهولة الحصول على المال كمان بوسائل غير العمل يعني. نعم. دايما كان في محورين بتقوم عليهم المعادلة، العمل والعائد. نعم. انك انت بتعمل فبتاخد عائد بقدر ما تعمل. العمل اختل فاختل العائد، فأصبحت هناك وسائل غير مشروعة لتحقيق العائد، وبعدين بقت الكفاءة في الدرجة العاشرة أمام نظرية بقى الأهل الثقة وأهل الخبرة، إنك أنت بتجيب واحد ياخد منصب وهم ما بيفهمش حاجة خالص. طب أنا قبل ما أخرج الفاصل ده، أنا مستوقفني وحضرتك واقف على المحطات المهمة في نظرة للخلف. عدينا أربعينيات اللي كان فيها طفولة، عدينا الخمسينيات، وصلت للستينيات وحضرتك كنت فيها غاضب وفي قمة طاقتك، وصلت للسبعينيات ولم تحدثني عن الشعر. عن ما هي القصيدة في مرحلة في الستينيات مثلا، ما هي القصيدة التي بقيت جواك وكان لها دور وحاسس بيها وفاكرها كويس قوي؟ شوف، هو الشعر بالنسبة لي ما كانش محطات، ده كان حياة. نعم. وأنا أدعي أن من أكثر الحاجات اللي أنا أخلصت لها في حياتي هو الشعر. لما كنت ببيع نسختين وافوت على البياعين في الشارع والديوان بتاعي لسه نازل واساله انت بعت كام نسخه، يقول لي بعت نسخه النهارده، وبعدين افوت عليه بعد 3 ايام يقول لي بعت نسختين. من هذا التدرج ان انا لما كنت اروح يعني ندوه مع شاعر كبير واقول قصيده ولا حاجه والناس تسمعني، او ان انا اطلع في 5 دقايق في التلفزيون أقول كام بيت. يعني أنا بعتقد أن هذا المشوار هو عمري الحقيقي، وكل الأشياء كانت مكملة بما فيها الصحافة. مش هكذب عليك يعني، أنا الصحافة بعتقد أنها علاقة عابرة، رغم أن أنا أدعي أن أنا خدتها بجدية كاملة جدا. لكن لو أنت حطيت الصحافة والشعر، لا ما فيش مقارنة خالص. تحط المقالة والقصيدة، لا ما فيش مقارنة. نعم. فرحتي بالقصيدة وفرحتي بالمقالة مهما كان صدى، لأن أنا أساسا بعتبر نفسي أنا شاعر طبعا. كون إن أنا تطفلت
على موائد السياسيين وكتبت في السياسة، أو على موائد الاجتماعيين وانتقدت اجتماعيا، أو كتبت في هموم وطن وقضايا وطن، ده بروح الشاعر. كل دي كان حتى المسرح. نعم. اللي كتبته لما دخلت مجال المسرح في، ومسرحياتي حققت نجاح مبهر، نجاحات كبيرة. أنا كان عيني على الشعر. نعم. ما كنتش بعتقد، لأن أنا بعتقد أن الصحافة رغم بريقها ورغم كل ما تحدثه لا تشفي ظمأي على الإطلاق. ما القصيدة التي روت ظمأك في الستينيات؟ في شوف مجموعة قصائد حبيبتي لا ترحلي اللي أنا كتبتها في بداية شبابي، وكانت طلعتها في ديوان حبيبتي لا ترحلي، وهو حتى الآن من أكثر كتبي مبيعا. ده كان في عينيك عنواني؟ في عينيك عنواني بعديه بكذا سنة. إنما ده اسمه حبيبتي لا ترحلي. طب ما أعتقد أن الليلة ليلة ياريت كل واحد يسمعها يقولها لمراته لحبيبته لخطيبته. والله هو في قصائد كثيرة، لكن يمكن حبيبتي لا ترحلي فات عليه زمن طويل. لكن ما هي القصيدة التي تحب أن تهديها الليلة لكل الذين في قلوبهم حب لسه بيعرفوا يحبوا أو يحسوا؟ والله ممكن في قصيدة صغيرة بقول: تعالي أعانق فيك الليالي، فلم يبقى للحن غير الصدى، وآه من الحزن ضيفا ثقيلا تحكم في العمر واستعبدا، فهيا لنلقيه خلف الزمان فقد آن للقلب أن يسعدا. إذا كنت قد عشت عمري ضلالا فبين يديك عرفت الهدى، هو الدهر يبني قصور الرمال ويهدم بالموت ما شيدا، تعالي نشم رحيق السنين فسوف نراه رمادا غدا، هو العام يسكب دمع الوداع تعالي نمد إليه اليدا، ولا تسأل اللحن كيف انتهى ولا تسأليه لماذا ابتدى، نحلق كالطير بين الأماني فلا تسأل الطير عما شدا، فمهما العصافير طارت بعيدا سيبقى التراب لها سيدا، مضى العام منا تعالي نغني، مضى العام منا تعالي نغني، فقبلك عمري ما غردا، نجيء الحياة على موعد وتبقى المنايا لنا موعدا، دفاتر عمرك هيا احرقيها فقد ضاع عمرك مثلي سدى، وماذا سيفعل قلب جريح رمته عيونك فاستشهدا، تحب العصافير دفء الغصون كما يعشق الزهر همس الندى، فكيف الربيع أتى في الخريف وبيت الخطايا غدا مسجدا، غدا يأكل الصمت أحلامنا تعالي أعانق فيك الردى، أراك ابتسامة عمر قصير فمهما ضحكنا سنبكي غدا، أريدك عمري ولو ساعة فلن ينفع العمر طول المدى، ولو أن إبليس يوما رآك، ولو أن إبليس يوما رآك لقبل عينيك ثم اهتدى. الله الله الله. في ليلة الحب وفي ليلة عيد الحب وعيد الحب النهاردة عشان معانا الشاعر فاروق جويدة، أكرر عليكم مرة أخرى، أصبح لدينا الآن مشروع حساب لي في عيد الوفاء، صندوق الحب والوفاء، ابتدى بعشرة ملايين جنيه من المهندس محمد الأمين. احنا بندعو لدعم هذا الصندوق، هذا الصندوق سيخصص لضحايا الشرطة، لعائلات ضحايا الشرطة، والهدف ليس فقط فلوس ولكن هو رسالة ومعنى من هذا الشعب لأولادنا اللي بنزلوا كل يوم
وهم بيودعوا اولادهم وبيقولوا احنا مش هنرجع تاني. نلتقي بعد الفصل. لو اننا لم نفترق فبقيت نجما في سمائك ساريا، وتركت عمري في لهيبك يحترق. لو انني سافرت في قمم السحاب، وعدت نهرا في ربوعك ينطلق. لكنها الاحلام تنصرنا سرابا في المدى، وتظل سرا في الجوانح يختنق. لو أننا لم نفترق كانت خطانا في ذهول تبتعد، وتشدنا أشواقنا فنعود نمسك بالطريق المرتعد. تلقي بنا اللحظات في صخب الزحام، كأننا جسد تناصر في جسد، جسدان في جسد نسير. وحولنا كانت وجوه الناس تجري كالرياح، فلا نرى منهم أحد. ما زلت أذكر عندما جاء الرحيل وصاح في عيني الأرق، وتعثرت أنفاسنا بين الضلوع وعاد يشترنا القلق. ورأيت عمري في يديك رياح صيف عابث ورماد أحلام وشيئا من ورق. هذا أنا، عمري ورق، حلمي ورق، طفل صغير في جحيم الموج حاصره الغرق، نجم أضاء الكون يوما واحترق. لا تسألي العين الحزينة كيف أدمتها المقل، لا تسألي النجم البعيد بأي سر قد أفل. مهما توارى الحلم في عيني وأرقني الأزكل، ما زلت ألمح في رماد العمر شيئا من أمل. فغدا ستنبت في جبين الأفق نجمات جديدة، وغدا أراك على المدى شمسا تضيء ظلام أيامي وإن كانت بعيدة.